تحية مجددة لكل الناس المتابعين من خلال حلقة اليوم، وتحية أخص لكل الناس اللي حتابعنا وحتواصل معنا مشوارنا الصباحي. ونسبة لأنه موضوعنا اللي حنطرحه في الفقرة دي هو موضوع مهم جدا لواحدة من الدور المهمة جدا، لأنها بتحتوي على شريحة محتاجة اهتمام، شريحة محتاجة وقفة كبيرة جدا. هو منظمة توعية وطنية تم تأسيسها في العام 73. أكيد بنتكلم اليوم عن دار ششر، ولكن يمكن في فترة من الفترات حصل تدني حتى في مستوى الخدمات وفي مستوى الشكل العام للدار، وحصل إعادة تأهيل، وده موضوعنا لي اليوم، إعادة تأهيل دار ششر. معنا داخل الاستوديو أستاذة مروة حسن علي، اختصاصي نطق وتخاطب وعضو اللجنة التسييرية للدار. صباح الخير عليك، سعد صباحك. صباحكم عافية، مرحب بكم. معك ومع كل المشاهدين حنمشي نشوف فيديو تعريفي لدار ششر ونرجع نتواصل أكيد من خلال موضوعنا اليوم. وفي إرادته والله قادر، والله واضح سره فيه.
ربط والله قادر، وفي ربط والله قادر، وفي ربط والله قادر. يمكن كانت الكلمات اللي سمعناها الأخيرة اللي هي كانت من فرقة دار ششر، هي كانت بتتحدث بلسان حالهم، وهم أكيد بيثبتوا إنه عمره ما كانت الإعاقة سبب لإنك أنت توقف نشاطاتك وإبداعاتك، بالعكس مرات بتكون دافع كبير جدا لإنك تستمر وتنجز أشياء كثيرة جدا. الإعاقة هي الإعاقة إنك أنت تكون إعاقة فكرية في فكرك إنك أنت ما قادر، لكن هم قادرين على حاجات كثيرة شديد. صباح الخير عليك مرة تانية أستاذة مروة، ونعرف المشاهدين هم شافوا بالصورة، لكن نوريهم مرة تانية تعريف مبسط جدا عن دار ششر. صباحكم عافية. دار ششر أو ششر هوم هي منظمة طوعية وطنية قامت 1973 بمجهودات من نساء ورجال وطننا الحبيب. الدار قامت زي ما قلنا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. ازدهرت الخدمة بتاعت الدار في 2002، اتضمن العملية القسم بتاع العملية، وكان ده أكبر نجاح وأكبر إنجاز للدار، اللي هي يعني الدار بقت تقدم الخدمات البدنية والنفسية وكل الخدمات الطبية من تشخيص وتأهيل ولغاية عملية. دي كان أكبر الإنجازات. الدار طيب شفنا قبل شوية كان في جزء من الصور اللي بانت في الفيديو، كان في علاج مائي، كان في صالة ورشة كانت بتصنع الأحذية وغيرها، يعني فبرضو نتكلم عن الجانب ده. طيب هي دي الأقسام الموجودة في الدار، ابتداء من أقسام الدار: المدرسة، الورش، العيادة، العنابر. الورشة بنصنع فيها الأحذية الطبية على حسب ما يقرر الطبيب، وبنصنع فيها الجبائر على حسب قرار الطبيب، الجبائر للأيادي والأرجل على حسب الحالة. في الورش برضو بنصنع في ورشة الحدادة والنجارة اللي هي بصدد إنه البدائل، أيوة الكراسي، وخصوصا بنصنع الكراسي البيزاوية اللي هي الأطفال الشلل الدماغي اللي هي بتساعد على تثبيت الرقبة وتثبيت الرأس والسلسلة الفقرية اللي هي يعني بمواصفات معينة. دي بالنسبة لقسم الورش. عندنا القسم الثاني اللي هي المدرسة. المدرسة اللي هو تأهيل الأطفال الموجودين في العنابر. اصلا الاطفال بيكونوا في السكن ويعاشوا داخل الدار. ايوه طيب هنا الاطفال اصلا بيكونوا في العنابر ليه؟ عشان يعني يا طفل جاي من الاقاليم، واغلبيه الناس الزوار او المداومين في الدار من الولايات، بيكون ما عندهم مكان، فالدار بيضطر انه يسكن جزء من اولياء الامور او الاسر اللي هي ما عندها مكان تلجأ ليه لغايه ما فترة الطبيب اللي بيحددها، اللي هي على حسب حاله الطفل. في فترة أو في حاجة تانية في العنابر اللي هم خضعوا لعملية جراحية وعايزين متابعة، اللي هو في العنبر الثاني. سعة العنبرين 40 طفل، فبالتالي في مطبخ وفي معيشة وفي وجبات وفي الكلام ده في تفاصيل. لكن كان قبل يعني قبل فترة كان الكلام ده كله موجود، بعد ذلك حصلت انتكاسة كبيرة جدا في الدار، وكان برضو في شكاوى من الأهل إنه الخدمات أصبحت غير متاحة وغير غير مجانية. يعني بعد شوي انت قمت جيتوا عشان تعيدوا مرة تانية تأهيل الدار. طيب نحن دخلنا كلجنة تسييرية للدار شهر 12 2019. بعد كمية من التغيرات اللي حصلت بدليل المجتمع كله عارف الحاصل شنو، نحن جينا عشان نوفر بيئة سليمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الدار وينالوا نصيب في الخدمات، وخصوصا بانه الدار هي من ضمن دور، يعني هي 8 دور في العالم اللي هي ششر هوم دي، اللي هي كان اصلا البدايه بتاعتها خدماتها مجانيه من الف لزد، كل الخدمات مجانيه من علاج لتاهيل لمعينات لاعاشه لاقامه، كل الخدمات تقدم مجانيه. في فتره من الفترات زي ما انت ذكرتي انه الخدمات كانت تقدم بمقابل،
بغض النظر الأسباب هي كانت شنو والسياسات كانت شنو للفترة الفاتت، لكن هسه نحن حاليا اللجنة التسييرية لدار ششر بصدد إنه نقدم الخدمات مجانية، وبدينا الحمد لله من 24/2 بدينا شغل فعلي. اشتغلنا في ناحيتين، تأهيل للمباني، والدار كان وضعها البيئي أو البيئة كان شوية محتاجة لتغيير، لكن لجأنا للجانب الأكاديمي أو الجانب التأهيل العلاج. فكل الخدمات مجانية من إنه نقابل الطفل لغاية ما نديه الجبيرة، لغاية ما يأخذ جلسات العلاج الطبيعي، لغاية أو لو الطفل من القسم الثاني قسم الكلب فوت أو القدم الحنفاء، كل الخدمات مجانية. طيب لكن أنت بتتكلم على خدمات كبيرة جدا، بتتكلمي على أشياء محتاجة دعم كبير جدا، من وين بيجيكم الدعم عشان تقدروا تعيدوا دار تم تدميره يعني في فترة من الفترات؟ طيب نحن لقينا إنه في حاجات، في اتفاقيات مسبقة اللي هي الاتحاد الأوروبي، في اتفاقية، ولقينا في اتفاقية مع الصليب الأحمر اللي هي الصليب الأحمر اللي هي ماسكة بعض من المواد اللي بيصنعوا بها الجباير ما محلية. طيب الاتفاقية دي من 2018 ما اتجددت. ليه هسه أنا موجودة معاك الاتفاقية ما اتجددت؟ ليه؟ لأنه الدار محتاج إنه نجدد الاتفاقية مع المفوضية عشان نقدر نجدد. استاذة أمل بس استأذنك نقرأ خبر ونرجع نتواصل. تبدأ بعد قليل أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وقيادات من الحركة الإسلامية أكيد بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة سنة 1989 والتي كان برأسها السيد الصادق المهدي. ستتم محاكمتهم بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي تفويض النظام الدستوري، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام. ومن المنتظر أن يمثل أمام المحكمة إلى جانب البشير عدد من العسكريين والمدنيين، وأبرز هذه الشخصيات النائب الأول للرئيس السوداني السابق علي عثمان طه، وبكري حسن صالح، والأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ومساعد الرئيس السابق نافع علي نافع، وإبراهيم السنوسي. ونفذ البشير في 30 يونيو للعام 1989 انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى رئاسة البلاد حتى عزله بعد انتفاضة شعبية عظيمة. وكان انقلاب الإنقاذ هو الثالث منذ استغلال السودان منذ العام 1956 بعد انقلاب إبراهيم عبود في العام 1959، والذي انتهى بثورة أكتوبر 1964 كأول ثورة شعبية، ثم انقلاب جعفر نميري 1969، وأيضا انتهى بانتفاضة أبريل 1985. اليوم تبدأ المحاكمة والتي سيتابعها العالم باهتمام بالغ لما ترتب على كل هذه السنوات الثلاثين الفائتة من إشكالات عانى منها السودان وشعبه، وامتدت المعاناة لآخرين. يمكن تابعنا خبر، هو كان خبر عاجل، وإحنا بنتكلم على إنه احنا فعلا في اشياء كثيره جدا حصلت وتم تدميرها يعني من خلال النظام السابق. احنا في صدد انه انت زي ما ذكرتي، انتم حاسه قمتوا بدور كبير جدا، دور شعبي. حاليا انتم من شهر 12/2019 هو ده دعم ذاتي منكم، من غير اي دعم ممكن يكون حتى من الجهات المعنيه بالحاجه دي. فدي الحاجه اللي احنا بنحكي عنها، انه حاليا الناس كلها انتفضت عشان تغير، عشان واقع اطفالنا ما يذوقوا الهزيمه ودائما يكونوا عايشين في وضع معافى. لكن نمشي نشوف فيديو تاني ونرجع نتواصل. يا بلاد النور والحاصة الخير، لابد يوم باكر يبقى خير، لابد يوم باكر. الدمعة تفاريك للودان، الدمعة تفاريك للودان، ودموع الغبش الصبر تسيل، ودموع الغبش الصبر تسيل. Thank you.
أستاذة مروة، إحنا تابعنا مع بعض فيديو من خلاله عدد من أعمال الصيانة اللي كانت موجودة في الدار اللي هي كانت من أعمالكم، لكن حرجع وحسأل سؤال. دايما مشكلتنا في أي عمل عدم استمراريته، وبما إنه الموضوع عنده علاقة بإنك أنت ليرة يعني حست الشغل ده كله جاي من بين مجهودات شعبية، فكيف حتضمنوا استمرارية الخدمات عشان تقدروا تكونوا بشكل مستمر وشكل دوري؟ يعني والله زي ما تفضلتي إنه كل الدعومات جاتنا من أفراد ومؤسسات سودانية، بقينا بنطالب في جهات حكومية، بنرسل لها خطابات إنه دي الفهم من الدار ودي متطلبات الدار. أيوة. ودي المعيشة. في كمية من الشركات وعدت لكن بنجي للحكومة، بنحس إنه الاستجابة تكاد معدومة. هم أطفال، ومن قانون الطفل، حق الطفل على فكرة في الحياة والعلاج وغيرها، يعني الاستجابة لكمية من المرافق. أنا طرقت الباب بتاعها، كانت وعودات لكن ما في حاجة اتطبقت على أرض الواقع. المجلس الأشخاص ذوي الإعاقة هو إلى حد ما داعم في العملية بتاعة الصيانة أو فهم الدار عموما، لكن ما يهل الشيء المطلوب، يعني باعتبار انه هو الدار الوحيد في السودان اللي بيقدم خدمات مجانية لأطفال ذوي إعاقة حركية. وفي الشهر بنستقبل من 350 ل 400 طفل. ده حاجة خرافية شديد، يعني محتاجين يعني بنود مستدامة او انهر انه نحن نعتمد عليها، انه لو احنا مشينا او الداعمين ده رفضوا. أيوة. بالذات هسع في الفترة بتاعت الجائحة. أيوة. الاقتصاد. كان في اشكالية في المرتبات، اشكالية في المعيشة، اشكالية، يعني الحمد لله فاعلين الخير سدوا الثغرة دي، لكن يعني انا دقيت باب من الابواب زي ما قلت لك بتاعت الحكومة، قال لي كل القروش موظفة للجائحة ما عندنا، وفي المقابل انا عندي اطفال ذوي اعاقة عايزة اقدم لهم خدمات، عايز يعني بحيث ان هنا مفروض يكون في عدل او يكون في اولى فقه الاولويه. طيب اذا ما قدرنا نوفر لهم، هل برضو بيحصل تدني كبير جدا حتى في مستوى العلاج حقهم يتاخر بشكل كبير؟ اكيد. انا حاجيب موظفين، انا معينه استاف، عايزه مرتبات، عايزه تشغيل. يعني انا هسه حاليا شغاله في الدار بنسبه 60%، انا ما شغاله 100%. 60% أنا شهريا ما أقل من 500 مليون. عشان ده فقط للمرتبات؟ لا، مرتبات ومعيشة. يعني وأنا شغالة 60%. يعني ما شغالة 100%، يعني العملية ما شغالة. أيوه. في شركات وعدت إن هي مثلا هتمسك بند كده، هتمسك بند كده، هتمسك، بس لغاية الآن الحاجة دي ما بقت على أرض الواقع. أنا ما حقدر أأمن عليها أو أبني خططي عليها. في النهاية أنا عايزة دعم ثابت. طيب إذا قلت لك يعني بلسان حال الأهالي اللي ممكن يكون موجودين، بلسان حال الأطفال اللي بكون منتظرين الخدمات، يعني كيف ممكن يكون الوضع؟ وضع مؤلم شديد. عشان أنا أجي من بيتي شايل طفلي، أصل المواصلات دي مأساة. عشان أنا أجي الدار وألقى الدار مقفول عشان ما في قروش تشغيل، دي مأساة. عشان أجي أنا جيت الدار ولقيته فاتح وعايز يطلبوا مني رسوم لأبسط الأشياء، جباير أو مقابلة طبيب أو كده، الوضع صعب. الجلسة بتاعت العيادة طبيعي بكم؟ يعني مكلفة جدا جدا، ولأمر جايني من الأغاليم ما عنده مكان يقعد فيه، أنا حاطلب عليه أعباء ليه؟ أنا ما أسهل لي، أنا عندي المواد، أنا عايزة بس يعني زول يمسك بيدي في إنه يوفر لي عشان أنا أشغل الطاقة اللي عندي. يعني بجد محتاجين وقفة، محتاجين انه نشيل العبء على ولي الامر اللي هو اصلا مار بمراحل صدمة ونكران وكمية بتاع التفاصيل. يعني انا بانه انا اقدم لخدمة، انا شفتها
قبل وبعد. يعني هو لما ياخذوا منه قروش ولما يقدم قدمنا الخدمه مجانيه بيجونا ناس بيقوموا يقولوا انا ادفع وين. بقوم بقول له لا ما في دفع انتوا جادين. لا في قروش. بقول له ما في قروش بتدفع. طيب اساعدكم بشنو؟ انا اجيب لكم شنو؟ في ناس مقتدره. حتى الناس المقتدره احنا ما شلنا منها, احنا ساوينا في كل. ما عندك شيء وعندك خط. يلا فجاه اللي بنجي ثاني يوم ممكن نلقى في جبا في جبس طبي. احنا ما نكون عارفين رجعنا من وين. يعني ممكن لما نرجع انه ده الزول اللي امبارح احنا قدمنا له خدمه هو بطريقه غير مباشره رجع لنا. لكن دي حسب الوضع بسيطة. ده ممكن تصلوا لمرحله انه ترجع ثاني الدار تحتمد على الانفاق الذاتي من اولياء الامور حتى ولو كانت برسوم رمزيه. انا شخصيا ما دي من الحاجه مطلوبه طبعا نهائي, لكن تكون كواحده من الحلول. واحده من الحلول بوجود الاخصائي الاجتماعي ونحاول انه نصل ل تدرس الحاله اي اقل يعني اسوأ الحلول دي. وان شاء الله ما نصل لها, ان شاء الله ما نلجأ لها. ان شاء الله ما نصل ان شاء الله. طيب في فيديو تاني حنحاول برضو نشوفه ونشوف. يعني في النهاية انتوا عندكم رؤية وعندكم أحلام وعندكم طموحات, وزي ما ذكرت لي قبل ما نشوف كان الفيديو يعني انتوا حتى حاولتوا تغيروا حتى في مستوى الأرضيات. يعني زمان مما كان في معاناة حتى من دخول الطفل لحد ما يدخل جوا كان يعني الأرضية ما كانت مناسبة لذوي الإعاقة. انتوا حسب بديتوا تغيروا في الحاجة دي وده جهد كبير جدا. يعني خلينا نشوف الفيديو ونتفائل شوية كده استاذة مروه. ابتسم الدنيا صباح والأمل لسه موجود. نشوف فيديو ونرجع تاني. مروه احنا تابعنا مع بعض فيديو ويعني الدار بحكي عن حاله والنشاطات الموجوده
والصيانات اللي حاسه انتم شغالين فيها بشكل كبير جدا وشكل علمي، يعني حتى يتناسب مع طفل يعني اللي عنده اعاقه حركيه بشكل كبير جدا. الاحلام والطموحات والامال دي كلها محتاجه وقفه من الجميع. يعني اذا قلت لك هي رؤيتكم عموما بشكل كبير اذا توفرت المعينات، شنو الرؤيه؟ تقديم الخدمات الطبيه والتاهيليه للأشخاص ذوي الإعاقة في السودان، وإنه الدار يكون قبلة لأفريقيا. من هنا بقول لكل سوداني تعال زورنا، تعال شوف دار ششر، نحن بنعمل في شنو، نحن بنقبل الرأي والرأي الآخر عشان نصل في النهاية لتقديم أجود وأرقى وأحدث الخدمات لأطفال ذوي الإعاقة في السودان. طب يمكن يكون اللي لم تابعيننا ناس أو حيتابعونا برضو بعدين على منصات التواصل، برسالة لهم نطرق على أبواب قلوبهم، أكيد هي رحيمة جدا وحتستجيب لي هذا النداء، ممكن نقول شنو؟ طيب تواصلوا معنا أو شوفوا صفحتنا عبر الفيسبوك، ونحن بنعمل في عمل جميل جدا جدا جدا، وبنرسم الابتسامة لأسرة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويا ريت نكون أنا وإنت أو نحن والمجتمع سند للأشخاص ذوي الإعاقة، وإن شاء الله إن شاء الله ماشيين في السكة مت إن شاء الله. شكرا لك جدا بكامل المحبة أستاذة مروة حسن علي، أخصائي نطق وتخاطب وعضو اللجنة التسييرية للدار. العشم موجود والسودانيين دائما هم سند لبعض، وطالما هو عمل خير حيتم، وأكيد إحنا المحتاجين لما هم المحتاجين لنا، لأنه نحن المحتاجين لأي حاجة ممكن تكون هي سبب في سعادتنا وفي سعادتهم. وإن شاء الله القادم أجمل، وإن شاء الله ما حد يتوقفوا في يوم من الأيام، وإحنا بابنا برضو مفتوح لكم من خلال برنامج صباحات سودانية. شكرا لكل الناس المتابعين من خلال حلقة اليوم، نطلع فاصل أيضا ونرجع نتواصل، خليكم معنا.